لأول مرة منذ 10 سنوات زار قائد لميليشيا القوات اللبنانية دمشق. كانت محادثات حبيقة حليف إسرائيل السابق مع السوريين مؤشرا على أن شيئا ما يحدث. أواخر العام ومع ازدياد نفوذها في لبنان، حاولت سوريا أن تكون الوسيط بين اللبنانيين، وكانت على وشك أن تستضيف إيلي حبيقة ووليد جنبلاط ونبيه بري لتوقيع اتفاق ثلاثي ينهي حرب لبنان. لعب رفيق الحريري دورا أساسيا من وراء الكواليس، قدم مساعدات مالية لكل الأطراف. هلأ إلا أن حبيقة قام بانقلاب معاكس داخل القوات اللبنانية في 9 من أيار مايو، وأعلن أن خيار لبنان هو عربي ولسوريا موقع مميز فيه. ما عملنا كل شيء مع أمين لنرجع بالآخر أنه أمين هو سيد القوات وهو بفاوض باسمه. إذا في حدا بفاوض نحن منفاوض ومنفاوض مباشرة. كان تفكيره على إسرائيل، ما له بقى خبز ببيروت، النظام السوري، النظام السوري 50 سنة رح يبقى، ناخد النظام معنا بتصير نحن 50 سنة راكبين البلد. هذا كان يحكيه انه 50 سنة السوري بده يضل نظامه قاعد بلبنان، هو بيضل مسيطر عليه. من هيك عطيك تداعى المسيحيون الموارنة لدراسة الوضع. وقتها سمير جعجع بيوقف بيقول انا مستعد اعطي كل شيء لإلي، شو بده انا مستعد اعطيه بس ما يروح يوقع. قلت له والله انا هذا خيار اخذته، في يروح لحالي ما مثل حدا، مثل ما في يروح ممثلكم، بس انا رايح. وقتها كان في هذا المطران حلو، قال لي روح الله يوفقكم، واجا الابيت نعمين قال المهم انكم ما تقاتلوا مع بعضكم وما يصير في شرخ. قلت له باكد لك انه راح يصير في شرخ، بس هذه شغله لازم تنعمل بدي اعملها. وقع الخلاف بين المسيحيين في دمشق. وقع حبيقة وبري وجنبلاط الاتفاق الثلاثي رغم معارضة جنبلاط الاجتماع مع حبيقة وعدم اقتناعه بالاتفاق. وبعد اقل من 3 اسابيع شن سمير جعجع في كانون الثاني يناير من عام 1986 هجوما كاسحا على القوات الموالية لإيلي حبيقة. سقط الاتفاق الثلاثي. تدخل رئيس الاركان السوري للحفاظ على حياة حبيقة الذي اقر بالهزيمة. لو معتبر وناهي قناعاتي انه هذه الشغلة اللي كانت لازم تنعمل ما كنت خسرتها للمعركة. بس فت على معركة مش قادر اقنع الناس اللي معي انه نحن بدنا نقاتل رفقاتنا اللي كانوا مبارح رفقاتنا، لانه بدنا نروح نعمل اتفاق نحن وسوريا والحزب التقدم وحركة امل. كيف تقنع هالناس؟ سريع كتير كان الاتفاق الثلاثي، تحضيره كان سريع وامكانية انك تنزل وتقنعه. لكن الطائف قديش صار له؟ بعضهم لهلا بيعملوا يعني حلقات تبشيرية عليه انه شو في شيء ظابط، شو في شيء منيح، شو في شيء مش منيح. انه هديك بظرف شهر او شهرين عملت العملية كلها. الجيش السوري مستعد انه يتدخل. اوفد جعجع بقردوني الى حبيقة. حاول حبيقة بعد اشهر العودة الى بيروت الشرقية بعملية دعمتها دمشق، الى ان الجيش اللبناني تدخل وحسم المعركة ضد قوات حبيقة. السوري غازي كنعان كان في عنده غرفة عمليات عملها إيلي حبيقة بالسابعة، مثلا ما كان قاعد فوق رسوم الغزالي عنده غرفة عمليات. كان في أسعد شفتري ومروان وغازي كنعان وأنا كنت معهم. ووقت الشباب صارت تنهار إنه ما فيهم، إنه مش متوقع الجيش يضرب. ووقتها صار في إنه جماعة القوات انسحبوا على كسروان، ضل الجيش إجي أوامر يضرب.
بتعرف الجيش ضربته مش هينه يعني، هو الشباب دعضعه. ما طلب غزة من عند داين سياتين بس يفوت السورية. ما شكت القوات اللبنانية وعلى رأسها الدكتور جعجع شخصيا طريقها عبر كورنيش النهر جسر الفيات صعودا الى مبنى الصندوق الوطني في الاشرفي. مجموعة القوات اللبنانية إلى المبنى الجديد لإذاعة صوت لبنان، حيث دارت معركة في المنطقة الممتدة من المبنى إلى محيط المبنى الحالي لصوت لبنان ومدرسة الراعي الصالح ومحيط بيت كتائب الأشرفية. استعادت خلالها القوات اللبنانية مبنى صوت لبنان الجديد وأسرت بعض فنون مسلحي حبيئة وأعوانهم. سيطر على مبنى إذاعة صوت لبنان الجديد، توزعت مجموعة القوات اللبنانية إلى قسمين، فتابعت المجموعة الأولى سيرها نحو ساحة ساسين وسط قصف كثيف واشتباكات عنيفة، فيما شقت المجموعة الثانية طريقها نحو كنيسة السيدي، وتركزت الاشتباكات حتى الأولى في محيط ساسين. ومن ساسين تابعت مجموعة القوات اللبنانية تقدمها حتى مستشفى رزق وبرج رزق، حيث دارت معارك عنيفة في منطقة بيضون والبرجاوي، فيما انطلقت وحدات أخرى من القوات اللبنانية من جهة مارن خايل باتجاه كهرباء لبنان الجميزي، حيث مشطت منطقة الرميل واتجهت صعودا حتى بيت الأحرار السوديكو. وهناك التحمت المجموعتان بالقوة التي تابعت التقدم بمواكبة الدكتور جعجع من برج رزق والمنطقة المحيطة، وتم إغلاق معبر السوديكو بعيد الرابعة. في هذه الأثناء كانت مجموعة أخرى من القوات اللبنانية تتقدم باتجاه حي السريان، حيث انكفأت آخر جيوب المهاجمين، والتقت المجموعة بقوة الجيش التي قدمت من قرن الشباك وبدارو في اتجاه معبر المتحف البربير نزولا على خط الشام، وتمركزت ثلاث كتائب من اللواء العاشر في محيط قصر العدل ومطرانية الروم الكاثوليك ومنطقة السوديكو. وابتداء من الخامسة مساء احكمت القوات اللبنانية سيطرتها كليا على الاشرفية، وتمركزت قوات الجيش على خطوط التماس، وبدأت عمليات الدهم للتثبت من عدم تغلغل المجموعات العدوة من امل والبعث وغيرها في الاحياء. والثابت
أن سرعة التحرك التي نفذتها القوات اللبنانية صباحا صدمت المهاجمين ومنعتهم من التمدد والانتشار والتحرك وتحقيق أهدافهم.